وهاتفيا مشاهدينا الكرام، الحديث اكثر والنقاش حول هذه القمه ينضم الينا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. ارحب بك سياده السفير بدايه على شاشه اكسترا نيوز. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني برايك اهم المخرجات التي يعني خرجت بها هذه القمه وتقييمك بالتالي سياده السفير لمخرجات هذه القمه واهم ما بعثت به من رسائل؟ القمة المصرية القبرصية والقمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية في اجتماعها أو في قمتها الثامنة هو أحد أهم آليات أمن واستقرار المتوسط، هي آلية تدفع بمسار العلاقات الثنائية بين البلدان الثلاث، وفي نفس الوقت هي معامل الاستقرار خاصة في توقيت بتشهد في منطقة المتوسط توترات بسبب التدخلات والممارسات التركية الغير مطابقة للقانون الدولي والمتعدية على مياه قبرص الإقليمية والمتدخلة أيضا في قضايا شمال إفريقيا خاصة في الملف الليبي بشكل يزيد التوتر والاحتقان. هذه الآلية أسهمت بعد ثمان قمم عقدت منذ عام 2014 وحتى الآن بالتداول بين العواصم في البلدان الثلاث، عقدت العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تعزز التعاون في مصر وقبرص واليونان في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وكذلك التنمية الاقتصادية والزراعية وإدارة الموانئ والنقل البحري وغيرها من الموضوعات، والمرتبطة أيضا بملف هام جدا وهو ملف اكتشافات الغاز في المياه الإقليمية في قبرص وفي مصر وحاجة شبك البحر المتوسط للأمن والاستقرار، وهو الهدف الأسمى لهذه الآلية، وبالتالي آلية مستندة إلى قواعد القانون الدولي واحترام السيادة وحسن الجوار، هي آلية مرشحة للاستمرار. انعقادها للدورة الثامنة على التوالي هو تأكيد على ما حققته من مكاسب للبلدان الثلاث ولأمن واستقرار المتوسط ولأمن واستقرار جنوب أوروبا وكذلك شمال إفريقيا. نعم. ومن هنا تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة حيث تأتي في توقيت تحتاج فيه المنطقة لمزيد من التعاون، المزيد من ترسيخ قواعد القانون الدولي، وهو المسعى المصري الدائم الذي أسهم في تحقيق استقرار نسبي في شمال إفريقيا فيما يخص الملف الليبي وإطلاق المسار السياسي بعد أن كانت هناك قوى إقليمية تحفز المسار العسكري والمواجهة بين الأشقاء واستجلاب الميليشيات والجماعات الإرهابية من مسرح عمليات لآخر، وها هنا نجد أن البلدان الثلاث بزعامة قادتها يسعون من أجل ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في المتوسط، الاستفادة من خلال منظمة أو منتدى غاز المتوسط الذي تحول إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، تحول إلى مسار للاستفادة المتبادلة من ثروات الإقليم وفقا لقواعد القانون الدولي، منفتح لأي دولة تستطيع أن تتبنى هذه المبادئ وتلتزم بها ولا تتعدى على حقوق الآخر. نعم سيادة السفير، ذكرت في يعني خلال حديثك أن هذه القمة هي القمة الثامنة بين الدول الثلاث منذ تأسيسها في عام 2014، فهي بالتالي لا تأتي من فراغ، تأتي يعني بعد سلسلة من هذه اللقاءات، كل لقاء بالتالي يبنى على الآخر. هنا كيف تقرأ سيادة السفير هذه البنية من اللقاءات في إطار التعاون الثلاثي بين هذه البلدان مصر وقبرص واليونان؟ أولا أن البلدان الثلاث أخذت هذه الآلية محفل الجد منذ بدايتها عام 2014، وحتى الآن عندما تنعقد القمة الثامنة في نفس التاريخ من العام الماضي في القمة السابعة الأخيرة في القاهرة، القمة الثامنة في نفس التوقيت في أكتوبر في نيقوسيا، هو دليل على أن هذه القمم يعني حققت مكاسب اقتصادية وتنموية وحققت معامل أمن واستقرار ورسخت من قواعد القانون الدولي. إطلاق منظمة غاز المتوسط هو تأكيد جديد من البلدان الثلاث والدول الأخرى المتشاطئة على المتوسط أن قواعد القانون الدولي هي الحاكمة للاستفادة من الثروات، أما التحرش بالمياه الإقليمية للدول ومحاولة فرض إيرادات
ودبلوماسية البوارج على الآخرين هي أمور صارت يعني مرفوضة وملفوظة أوروبيا ودوليا، ولعل الموقف الأوروبي تجاه تركيا وممارساتها في المياه الإقليمية القبرصية صار أمرا يعني واضحا، ويعرض تركيا لخطر العقوبات، وعليها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي وإلا تعرضت لهذه العقوبات. الآلية هي عبارة عن تعبير صادق من البلدان الثلاث عن الرغبة في إدارة ثرواتهم وإدارة علاقاتهم الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي. تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وبين مصر واليونان وفقا لقواعد قانون الأمم المتحدة الدولي للبحر، وبالتالي كل دول المنطقة مدعوة لاتباع هذا المسار الذي تؤكده هذه الرؤية الثلاثية القائمة على التعاون وحفظ الأمن والاستقرار وفقا لقواعد القانون الدولي. طيب برأيك سيادة السفير، هل يعني مع استمرار هذه القمة بهذا الدأب بهذا التناغم، هل هذا يضعنا أمام حلم مثلا لاستكمال مشروع حلف استراتيجي جديد بالمنطقة؟ يعني بمعنى آخر، هل من الممكن إشراك دول أخرى في هذه الآلية، آلية التعاون، إدخال بعض الشركاء الجدد، يعني كمثلا دول الاتحاد الأوروبي، لأنه دول الاتحاد الأوروبي يعني أيضا لها مواقف خاصة بالسياسة التركية التي ذكرتها؟ هي إحدى الأطر أو الآليات الفرعية التي تخدم منطقة الشرق المتوسط، ففي سبيل إدارة العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص وبين مصر واليونان، وهذا الإطار الثلاثي يدير علاقات اقتصادية وتنموية وثقافية واجتماعية، ويحيي تراث تاريخي جمع بين البلدان الثلاث، لكنه أيضا يدير علاقات اقتصادية في مجالات هامة جدا كما ذكرت، في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري لخبرة اليونان وقبرص والموانئ المصرية وموقعها الاستراتيجي، بالإضافة لثروة غاز المتوسط حتى من خلال هذا الإطار الجديد الذي استضافته القاهرة وحولته من منتدى إلى منظمة غاز المتوسط، يمكن أن يكون هذا الغاز هو الكاتاليست أو هو المعبر نحو المزيد من التعاون الإقليمي، كما كان الحديد والفحم في أوروبا هو الكاتاليست أو المعبر الذي أو المادة التي قام عليها الاتحاد الأوروبي. فالإتجار في الغاز وتطويره واستكشافاته ونقله من دولة إلى أخرى وتسهيله في إحدى المحطات في مصر أو هنا أو هناك يقود بكل تأكيد إلى انطلاق عملية تنمية اقتصادية شاملة مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام، شريطة أن يكون هناك التزام بقواعد القانون. طيب برأيك سيادة السفير، أيضا من خلال هذا التعاون الثلاثي بين قبرص مصر واليونان، هل وصلت يعني رسالة معينة لتركيا، وهل يعني هذا سيحد أو يلقم من استفزازات تركيا وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وبحق يعني البلدان بلدان المنطقة؟ بكل تأكيد، يعني تركيا تجاوزت الحدود في علاقاتها بدولة الجوار وبدول الجوار المباشر، سواء كنا نتحدث عن اليونان أو عن قبرص، وافتعتت على النظام القانوني للبحار وبدأت في عملية استكشاف غير شرعي في المياه الإقليمية لقبرص، وبالتالي نحن ندعو لحوار إقليمي يقود للحل. ليس هناك سبب لأن تستمر تركيا في هذه الممارسات بعد أن فشل مشروعها في ليبيا، أو على الأقل حولناه من المسار العسكري إلى مسار دبلوماسي تشارك فيه الآن كل دول العالم. باتت تركيا أيضا متهمة بالإتجار في الموت، بالإتجار في الإرهاب، بنقل ميليشيات مسلحة من مسرح عمليات لآخر، وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يقوم بواجباته تجاه وقف تركيا. أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.